التقى الرئيس الصيني سي جين بينغ نظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما على هامش قمة البريكس في غوا الهندية. وقال الرئيس الصيني سي جين بينغ إن البلدين يوسعان الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كل المجالات، وإن الصين تأمل في تعزيز التعاون كي يعود بالنفع على كلا البلدين. وأضاف أنه ينبغي البحث عن النتائج العملية في مجالات تشمل النقل بالسكك الحديدية والمجمعات العلمية والتكنولوجية والتدريب المهني والتعاون الإقليمي. أما زوما فقال إن قمة العشرين في هانسو حققت نتائج مثمرة وعززت العلاقات بين أعضاء مجموعة العشرين والبلدان النامية، كما أعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الصين وجنوب أفريقيا ومع القارة الأفريقية أيضاً.